صحيفة The Guardian البريطانية تشير إلى ازدياد المخاوف في المملكة المتحدة مع ارتفاع عدد الشركات الوسيطة التي تقدم القروض العقارية للراغبين في شراء منازل من دون ضمانات مناسبة. وبحسب الصحيفة فإن هناك زيادة كبيرة مفاجئة في أعداد شركات أجنبية تمنح قروضا ميسرة تستهدف أشخاصا يعانون من الإفلاس أو أصحاب السجلات المالية المتعثرة مقابل فائدة مرتفعة تصل إلى 8%.